تجاوز عدد شهداء الثورة السورية 142 ألف شهيد حسب إحصاءات موقع شهداء سوريا، فيما وثق المرصد السوري حوالي 210 ألاف شهيد. وتذهب التقديرات إلى أن عدد الشهداء تخطى المليون مع قرب نهاية السنة الخامسة للثورة السورية. في 2015 ارتقى أكثر من 31 ألف شهيد، 4600 منهم كانوا ضحايا 445 مجزرة توزعت على النحو التالي: جهات مجهولة 3%، التحالف الدولي 1.7%، الأكراد 0.4%، تنظيم الدولة الإسلامية 2.9%، روسيا وخلال 4 أشهر فقط ارتكبت 7%، فيما ارتكب نظام الأسد 85% من مجموع المجازر. ترتيب المحافظات السورية حسب نسبة الشهداء: طرطوس 0.04، السويداء 0.06، اللاذقية 0.5، القنيطرة 0.5، الرقة 1.3، الحسكة 2، دمشق 4، حماة 5، حمص 7، دير الزور 9، درعا 12.2، إدلب 14، ريف دمشق 21.6، فيما كان عدد الشهداء في حلب هو الأكبر بنسبة 22.8%.